سوني في العقد الأخير من الزمن أثبتت جدارتها بألعابها الحصرية وجودتها، فالشركات تملك في جعبتها العديد من الفرق الموهوبة أمثال سانتا مونيكا ستوديوز والتي قدمت لنا God of War، غوريلا جيمز مطورة كيلزون ومؤخرا هورايزن زيرو دون، سكر بنش مطور سلسلة انفيمس ولعبتهم القادمة Ghost of Tsushima، أيضا نوتي دوغ مطورة سلسلة أنشارتد واللعبة المنتظرة The Last of Us Part 2، بالإضافة إلى العديد من الاستوديوهات الأخرى. ليس هذا فحسب، فسوني كانت ذكية في التعاقد مع شركات الطرف الثالث لجلب الحصريات، سواء كانت حصرية دائمة أو مؤقتة. فمثلاً سوني تعاونت مع فروم سوفتوير لجلب عنوان بلود بورن، وأيضاً مع سوبر ماسيف جيمز والتي طورت إحدى مفاجآت هذا الجيل لعبة رعب البقاء أنتل دون. ومع ذلك هذا لا يبدو كافيا بالنسبة لسوني، فمؤخرا قامت سوني بالاستحواذ على انسومنياك جيمز الاستوديو الشهير الذي ارتبط اسمه كثيرا بسوني منذ البداية، وطوروا لهم سلاسل سبايرو ذا دراجون، راتشت اند كلانك، وايضا سلسلة ريزيستنس، واخيرا سبايدر مان اللعبة الحصرية الاكثر مبيعا على اجهزة سوني المنزلية. استحواذ سوني على انسومنياك لم تكن بالمهمة السهلة، في الاستوديو ذكر في مرات عديدة انهم يفضلون استقلاليتهم، وسوني حاولت مرات عدة لكن ليست هذه المرة، ويبدو أن سوني لم تتردد في دفع أموال طائلة لشراء الاستوديو. بالتأكيد لن يكون هذا الاستوديو الأخير، فهناك العديد من الأقاويل تشير إلى نية سوني لشراء استوديوهات أخرى. هذه قائمة لعدة استوديوهات مستقلة ستكون مناسبة للانضمام لعائلة سوني. 4A Games المطور الأوكراني وراء سلسلة التصويب مترو، إحدى الاستوديوهات الموهوبة في مجال التصويب من منظور الشخص الأول، الفئة التي تخلت عنها سوني في هذا الجيل. فلو تتذكرون جيل بلايستيشن 3 كانت هناك ألعاب تصويب ممتازة من سوني أمثال كيلزون وسلسلة ريزيستنس وأيضا سوكام. صحيح أن لدى سوني غوريلا جيمز، لكن وبعد نجاح هورايزن زيرو دون ليس هناك مجال للعودة لكيلزون إلا أن كان هناك فريق مشتق منهم. ريزيستنس كانت من انسومنياك جيمز، والجميع يراهن انه ان كانت لديهم صفقة بينهم وبين سوني ستكون بالتأكيد للجزء الثاني من سبايدر مان. وبالنسبة لسكوم نعلم القصة الحزينة لزبر انترتينمنت، ان كان هناك مجال لعودة ايا من هذه الالعاب 4A Games سيكون مناسبا جدا ان تم شراءه. 4A Games هم أفضل استوديو مستقل لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول، فقد رأينا موهبتهم عبر ألعاب مترو، وإن كانت سوني مهتمة بهذا النوع من الألعاب عليهم التحرك. واحدة من الألعاب التي حققت نجاحا كبيرا على بلايستيشن 4 وأصبحت واحدة من أفضل ألعاب الجيل لعبة رعب البقاء Until Dawn، والتي كانت من تطوير الاستوديو البريطاني المستقل سوبر ماسيف جيمز. Until Dawn ساهمت كثيرا من شهرة الاستوديو، والفضل يعود لسوني والتي لم تفقد الأمل في لعبة كانت لتكون مخصصة لطرفية موف في الجيل الماضي، لكن بدلا من ذلك اللعبة صدرت على بلايستيشن 4 وأصبحت حديث اللاعبين. ليس هذا فحسب، بل تفوقت على شهرة ألعاب كوانتيك دريم الاستوديو الذي يشتهر بهذا النوع من الألعاب. ولو عدنا إلى الوراء نجد أن علاقة سوني مع سوبر ماسيف جيمز كانت جيدة قبل Until Dawn وبعدها، فقد حصلنا على Until Dawn، Rush of Blood، Hidden Agenda، وأيضا The Impatient. ألعاب لم تكن كأنتل دون، لكن كلها كانت حصرية على أجهزة سوني، فمن المنطقي جدا وجود فكرة الشراء من سوني، وسيكون من الغريب إن لم يحدث هذا حتى الآن. حاليا سوبر ماسيف جيمز يعملون على سلسلة The Dark Pictures Anthology والمكونة من 8 ألعاب ومن نشر بانداي نامكو انترتينمنت. لا نعلم كيف ستكون صعوبة الموضوع بالنسبة لسوني، لكن سيكون من الجميل إن حصل اللاعبين على الجزء الثاني من Until Dawn. علاقة سوني مع ريدي آت دون الجيدة بدأت منذ العام 2006، وتحديدا على جهاز سوني المحمول PSP، حيث عملوا على داكستر مرورا بجزئين من سلسلة God of War، Chains of Olympus و Ghost of Sparta، وأخيرا The Order 1986 عنوان سوني الجديد للبلايستيشن 4. ربما العلاقة لم تكن كالسابق بعد إطلاق The Order 1986 المخيبة، وبالتأكيد هذا ليس سببا في شراء الاستوديو، لكن دعونا لا ننسى أن هذه اللعبة هي الأولى للاستوديو بميزانية كبيرة، ومع ذلك اللعبة مظهريا كانت ممتازة والمحرك الذي تم بناؤه مثير للإعجاب، ولعل لعبة أخرى متممة قد تكون التجربة الحقيقية للعبة وعدت بتقديم الكثير. أيضا ريدي آت دون عملوا على عدة ألعاب VR، وسوني حاليا مهتمة جدا بهذه الطرفية. ريدي آت دون قد تكون صفقة ذكية، ربما قد نحصل على تتمة لذي أوردر أو لعبة ذات جودة عالية جديدة أو لعبة VR أو ربما عنوان تصويب قصصي جديد بنفس محرك ذي أوردر. ما الذي ستخسره سوني؟ بلو بوينت جيمز الاستوديو المعروف بتحسين الألعاب القديمة وتطويرها لأجهزة أكثر حداثة، تعتبر إحدى الفرق ذات العلاقة القوية مع سوني،
حيث أن الاستوديو في تاريخه يعمل دائما مع سوني منذ بداية جيل بلايستيشن 3. فمن بين 10 مشاريع 8 منها كانت لأجهزة سوني المنزلية ومرة واحدة على بلايستيشن 3 وإكس بوكس 360، وهي لعبة ميتال جير سوليد HD كوليكشن، وأيضا نقل لعبة تايتن فول لإكس بوكس 360. معنى ذلك أن بلو بوينت دائما ما كانت على أجندة سوني، والتي كانت لها الفضل في شهرة هذا الاستوديو. بلو بوينت في الوقت الحالي تعمل على جلب لعبة قديمة حصرية للبلايستيشن، ولا أحد يعلم ما إن كانت على بلايستيشن 4 أو حتى بلايستيشن 5. هذا بسبب نجاح تجربة إعادة تطوير لعبة Shadow of the Colossus. من السهل جدا توقع انضمام هذا الاستوديو لسوني والعمل على إعادة ألعاب ممتازة من الأجيال الماضية، أمثال Twisted Metal Black أو Siphon Filter أو Demon's Souls. الاستوديو الفنلندي Housemarque أشتهر بألعابه البسيطة والممتازة مثل Super Stardust HD, Dead Nation, Alienation واللعبة الأفضل Resogun، اللعبة التي اعتبرها الكثيرين بأنها أفضل لعبة إطلاق لبلايستيشن 4. هاوسمارك وسوني لديهما علاقة ممتازة، والدليل هو أن أشهر ألعاب الاستوديو كانت حصرية لأجهزة بلايستيشن المختلفة. لذلك فكرة التعاون مع سوني والانضمام سيكون منطقيا بعض الشيء. إن حدث هذا ستستفيد سوني من تطوير ألعاب ممتازة مناسبة للغالبية في وقت قصير جدا. أيضا هذه الخطوة ستساهم في تعزيز إصدارات الألعاب لطرفية سوني بلايستيشن VR، أو ربما عودة للألعاب التي اشتهر بها الاستوديو وأحبها الجمهور. في وقت بلايستيشن 3 وإكس بوكس 360 قد تتذكرون لعبة سبيك أوبس ذا لاين من المطور الألماني ياجر ديفلوبمنت. اللعبة قدمت نظام لعب ممتع وقصة ممتازة أثبتت أن الاستوديو يملك بعضا من الموهبة، لكن وبالرغم من هذا كله تعتبر واحدة من أكثر الألعاب المظلومة في ذلك الوقت، وكان ينقصها التسويق مع أن العملاقة 2K Games هم من نشروا اللعبة. ياجر يملك حاليا 95 موظف، لكن المشكلة أن ألعابهم تأخذ وقتا طويلا أو تتعرض للإلغاء مثل ما حصل مع Dead Island 2 بسبب المشاكل مع ديب سيلفر. ربما الاستوديو بحاجة إلى ناشر أكبر ويفي بوعوده، ناشر بقيمة وقوة اسم سوني. كلنا نعرف أن لدى سوني عناوين كثيرة بحاجة إلى مطور، أبرزها سلسلة أنشارتد والتي لن تقوم نوتي دوغ بتطويرها مجددا. ياجر مناسب جدا لأنشارتد جديدة أو ربما لعبة مثل سايفون فلتر. لو عدنا إلى عهد بلايستيشن 3 وتذكرنا أفضل الألعاب الحصرية، ستكون لعبة جيرني من ضمن القائمة، بل ربما ستكون من أفضل 5 ألعاب على ذلك الجهاز. اللعبة كانت من تطوير ذات جيم كومباني، الاستوديو المستقل الذي أثبت أنه يتطور مع كل لعبة يتم تقديمها، بدءا من فلو، يليها فلاور، والأفضل جيرني. جميعها ولفترة طويلة حتى مؤخرا كانت ألعاب حصرية لأجهزة بلايستيشن المتنوعة، ولربما بلايستيشن كانت سببا في نجاح واستقرار الاستوديو. حقيقة بلايستيشن 4 افتقد هذه النوعية من الألعاب بعد انتهاء عقد الاستوديو مع سوني وأصبحوا هم الناشرين لألعابهم، لكن خلال 7 سنوات الأخيرة الاستوديو لم يصدر فقط سوى لعبة واحدة مؤخرا على iOS، وهي لعبة Sky Children of the Light. بالرغم من أنها لعبة جيدة جدا، إلا أنها لم تقترب لمستوى جيرني أو حتى فلاور. ذات جيم كومباني استوديو موهوب، ونحن اللاعبين سنكون المستفيدين إن انضم الاستوديو لسوني ليتم تطوير الألعاب كل 2 أو 3 سنوات. وعلى سوني الإسراع، لأن الاستوديو قد يكون على رادار مايكروسوفت وقد تقدم على شراء الاستوديو في أي وقت. سابق في عهد بلايستيشن الأول كانت لدى سوني الكثير من العناوين لألعاب تعاقب الأدوار اليابانية الممتازة، أمثال لعبة Wild Arms. هذه الألعاب استمرت لتصبح في قائمة نجاحها على عصر بلايستيشن 2، أمثال لعبتي Dark Cloud وروغ Legacy. لكن ومنذ بداية جيل بلايستيشن 3 هذه النوعية من الألعاب بدأت تندثر، وحتى الجودة لم تكن كما عهدناها في الجيلين الأول والثاني من عائلة بلايستيشن. الحل هو وجود استوديو موهوب لتطوير هذه الفئة المنسية من سوني، ولحسن الحظ هناك ليفل 5، أحد أفضل مطوري ألعاب تعاقب الأدوار اليابانية في الصناعة، وهم القادرون على إعادة تلك الألعاب، خاصة سلسلة دارك كلاود والتي كانت من تطويرهم. الاستوديو أثبت أنهم الرائدون خاصة في تلك الألعاب والتي لها تصاميم رائعة وقصص مؤثرة، مثل الجزء الأول من نينو كوني والتي قد تكون أفضل ما عمل عليها ليفل 5. سوني وليفل 5 عملوا معا لسنوات عدة، لكن مهمة الاستحواذ ليست سهلة، وهذا يعود لعدة أسباب، وهي وضعهم الجيد في الوقت الحالي وعلاقتهم الممتازة مع نينتندو، لكن ربما رغبة اللاعبين بالحصول على لعبة JRPG ضخمة قد تجعل من سوني تفكر لتوطيد العلاقة مع ليفل 5. من يدري، ربما نحصل على Wild Arms جديدة والتي طال انتظارها.
لطالما عرف استديو ريميدي انترتينمنت بتوقيع العقود مع الشركات لتطوير الالعاب ماكس بين مع جاذرينج اوف ديفلوبرز، ولاحقا بنشر روك ستار جيمز، الان ويك وكوانتم بريك من نشر مايكروسوفت ستوديوز. لكن يبدو ان الاستديو لم يعد يفكر بتلك الطريقه مع لعبه كنترول، والتي تتولى 505 جيمز مهمه نشرها على المنصات المختلفه، ايضا بعد شرائهم حقوق سلسله الان ويك من مايكروسوفت، ولربما نراها على منصات مختلفه. هذا الامر قد يعتبر عاديا لولا زياره رئيس استديوهات سوني العالميه شوهي يوشيدا لاستديو ريميدي انترتينمنت، الشيء الذي اثار الكثير من التساؤلات، ابرزها ماذا ان كانت سوني ستقوم بشراء ريميدي وجعل لعبه كنترول 2 والان ويك 2 حصريه لبلاي ستيشن 5. على الورق الفكرة تبدو منطقية، لأن ريميدي تدعم توجه سوني السينمائي لتطوير الألعاب. هذه مجرد تكهنات، لكن كل شيء وارد، وقد نسمع إعلان بهذا الخصوص قريبا. على أي حال، هذه كانت قائمة لعدة استديوهات مستقلة قد تكون مناسبة للانضمام لعائلة سوني. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة، وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.